أشهر تكنيك معظم الناس بتستخدمه علشان تعبر عن requirements في الأجايل projects هي الـ User Stories تكنيك. تعالوا نتعرف على التكنيك ده وتعالوا نشوف هو ليه مميز قوي وليه فعلا هو مناسب جدا للأجايل projects. التكنيك ده بيعتمد بشكل أساسي على الكولابوريشن بين البرودكت اونر والتيم، بمعنى ان البرودكت اونر بيبدأ يشرح للتيم requirements وبعدين بيبدأ يسمع منهم آرائهم، بيبدأ يسمع ايه اللي ممكن يتنفذ وممكن يتنفذ ازاي، بيبدأ يسمع اسئلتهم. علشان كده الفريق بيبقى فاهم البيزنس كويس قوي، لان هو مش بس بيشرح requirements، لا بيشرح needs وبيشرح value. والنقطة دي مهمة جدا علشان الفريق فعلا يبقى فاهم قيمة الحاجة اللي هو بيعملها ويبقى عنده ownership، وكمان لما ينجي ينفذ يعرف ينفذ الحاجة اللي بتفلفل النيد، مش بس الحاجة كأنه بيعمل screens وخلاص. طيب ايه بقى الاوتبوت بتاع القعدة دي؟ هو الباكلوج بتاعنا. احنا بنقعد نتناقش في requirements ونكتب stories وبعدين ندخلها one by one في الباكلوج، نبدأ نبني الباكلوج ده او نعمل عليه grooming او refine. تعالوا بقى نشوف ايه اللي ممكن يحصل في workshop زي دي. زي ما قلنا هو بيبقى meeting، بيبقى موجود فيه ال product owner، ال scrum master والteam. ال product owner دوره هنا ان هو يشرح للفريق، ال scrum master دوره هنا facilitate. وايه دي الباكلوج بتاعنا. ايه بقى السيناريو اللي ممكن يحصل في الوركشوب دي؟ البرودكت اونر بيبدأ يشرح فيتشر هو عايز يشتغل عليه، طبعا لازم الفيتشر دي تبقى vertically sliced. بيبدأ يتكلم عليها ويشرحها للفريق، بيبدأ الفريق بيبقى عنده أسئلة. لو بنتكلم على اللوجين فبنقول طيب اللوجين ده هيبقى social networks كلها ولا هنستخدم فيسبوك مثلا؟ ده سؤال ممكن يبقى عند الديفلوبر. ممكن يبقى حد شايف حاجة هي مش هتنفع تبقى فيزيبل، يعني مثلا لو احنا بانتجريت ثيرد بارتي وشايفين ان ده مش كومباتبل مع التكنولوجي اللي احنا بنشتغل عليها، ده ممكن يبقى كونسيرن عند حد. بس مهم قوي نضيف ان احنا في الورك شوب دي بنتكلم على البيزنس، بنتكلم على ال what are we going to do، لسه مش بنتكلم تكنيكال ولسه مش بنتكلم هنعملها ازاي. اللي هي الاوتبوت بتاعها بيكون الباكلوج بتاعنا باخر ستيت ابديتد ليه. تعالوا بقى نشوف اليوزر ستوريز دي بتتكتب ازاي وايه الفورمات بتاعها وازاي الفورمات ده بيساعدنا ان احنا فعلا نشتغل اجايل، نركز على الفاليو ونركز على اليوزر نيد. اليوزر ستوريز فيها 3 ايتمز هنركز عليه. اول ايتم منهم هو الكارد، هو كارت ورق صغير في حجم الاندكس كارد. الكارد ده بنكتب على وشه وعلى ظهره. طيب على وشه بنكتب ايه؟ بنكتب الفورمات بتاعت اليوزر ستوريز as a user role. يبقى هنا هنركز على مين اللي عايز الفيتشر دي. I want، عايز ايه؟ عايز فيتشر معينة، عايز ألوجن، عايز أعمل سيرش، عايز أدخل أشتري حاجة. هنقف عند كده؟ لا، في نقطة مهمة قوي. So that لسه في أنا عايز ده ليه؟ إيه النيد بتاعتي الحقيقية للفيتشر دي؟ So that reason أو need. يبقى ده وش الكارت. بنتكلم فيه على كام حاجة مهمة. أول حاجة مين اللي عايز او مين اللي هيستخدم الفيتشر دي علشان نعرف نعمل حاجة مناسبة لي. تاني حاجة ايه هي الفيتشر نفسها، وده طبيعي جدا. تالت حاجة عايزها ليه، ودي مهمة جدا عشان نعمل حاجة مناسبة للنيد بتاعه. يعني تخيلوا معايا لو واحد عايز فيتشر نوتيفيكيشنز وعايزها، الريزن بتاعه ان هو يشتغل immediately على الحاجة اللي هتجيله، يبقى اكيد لازم هتبقى push notifications. مش هينفع مثلا تكون notifications تتحط في سكرين معينة وما بيشوفهاش، صح؟ نرجع تاني للميتنج اللي المفروض بنكتب فيه اليوزر ستوريز. احنا بنبدأ بايه؟ بنبدأ ان احنا كتبنا الفورمات دي لكل يوزر ستوري وبعدين بنقعد نتناقش شوية. الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده والconversation اللي حصلت بين الفريق والبرودكت اونر بيحصل فيها اتفاقات، هتبقى push notification ولا لأ،
التفاصيل بتاعت السكرينز ممكن تبقى عاملة ازاي. المناقشة دي هي تاني حاجة اللي هي الكونفرسيشن بين البرودكت اونر والفريق والفريق بينه وبين بعضه علشان يتفقوا هيعملوا implementation للفيتشر دي ازاي. تفاصيل الimplementation دي بنكتبها فين؟ في ظهر الكارت، بنسميها acceptance criteria او بنسميها conditions of satisfaction، وده بنعتبرها تالت حاجة اللي هي confirmation. التيم والبرودكت اونر بيعملوا confirmation او اتفاق على اللي هم قالوه وعلى الطريقة اللي هنimplement بيها الفيتشر دي، والconfirmation ده هو اللي التيم بيكمت عليه وبيكمت ان هو يسلمه في اخر السبرينت لما اليوزر ستوري دي تدخل فعلا تبقى نبدأ نشتغل عليها. ودول عشان كده بنسميهم الثري سيز بتوع اليوزر ستوريز. اول واحدة كارد، كارت اللي بيتكتب عليه الفورمات. تاني حاجة conversation، ودي مهمة جدا ان هي مش بنكتب وخلاص، لا ده احنا بنقعد ونتناقش ونتكلم ونتفق. الاتفاق ده بنسميه ايه؟ بنسميه confirmation. تعالوا نشوف samples. يعني مثلا دول samples من user stories. عرفتوا user stories دي من انهي application؟ من Udemy اللي احنا عليه دلوقتي. انتوا مثلا as a student عايزين تشوفوا a lecture. عشان ايه؟ ايه الvalue اللي انت عايزها؟ ان انت تتعلم وتتعلم بشكل flexible في اي وقت. فلازم الimplementation اللي Udemy تعمله للفيتشر دي تبقى سهلة وتبقى accessible. مثلا هم عاملين accessible من الموبايل واكسسبل من اللابتوب علشان انت تقدر فعلا تتعلم في اي وقت. دي الفايدة اللي انت هتاخدها. ممكن مثلا ستوري تانية برضو للستودنت ان انت عايز تشتري اي كورس. ليه؟ علشان تقدر تاكسس الكونتنت بتاعه. ده بيورينا اول حاجة الفلو وبيورينا النيد. ناخد بقى ستوري من ناحيتي انا مثلا as an instructor. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز upload questions. ليه؟ علشان ادي better learning experience. فهنا الفاليو الكبيرة اللي انا كانستراكتور باخدها ادي better learning experience، طبعا ده هيعود عليا better ratings. يبقى لازم تتعامل بطريقة تدي فعلا learning experience للstudents، مش تتحط مثلا questions بشكل boring قوي وخلاص. فكرة الكويز اللي بتتعامل في اخر كل section مثلا ممكن تكون كفاية لكده. دي sample stories تخيلية من Udemy، حقيقة انا مكنتش مع التيم وهم بيعملوها يعني. تعالوا بقى نتكلم برضو على acceptance criteria. احنا هناخد الستوري بتاعت انا عايز اشوف الفيديو. احنا قلنا انه عشان يبقى عايز learn anytime فالمفروض ان هي تبقى حاجة simple وسلسة، والمفروض ان هي يبقى فيها options عشان يحاول ان هو يتعلم باكتر من شكل. فاحنا اول حاجة بنتكلم عليها في condition of satisfaction او acceptance criteria هي الhappy path. lecture بتplay صح لما كليك عليه اهم حاجة. وبعدين ده احنا ممكن نplay and pause عشان انت عايز حاجة تدي flexibility. احنا برضو عايزين نتعلم اكتر والدنيا عايز تبقى سهلة، فلما الفيديو يخلص تعالى نشغل لورا، نحط playback speed، نحط bookmarks. كل دي حاجات لازم اقولها ولازم نتفق عليها علشان نعرف فعلا ان احنا لما ندي الفيتشر دي او الستوري دي لحد يعملها implementation يبقى عارف اولها من اخرها ايه. ده ملخص اليوزر ستوريز. لازم نركز في التمبلت. الثلاث حاجات اللي فيها مهمين، احنا بنعمل ده لمين، بنعمل ايه، وبنعملها ليه، عشان ده هيفرق كتير قوي في الامبلمنتيشن اللي بيحقق فاليو. الاكسبتنس كريتيريا او كونديشنز اوف ساتسفاكشنز بيقول احنا اتفقنا على ايه عشان امبلمنت اليوزر ستوري دي. طالما اتفقنا وكتبناها التيم هيكمل. طيب نراجع كده بسرعه الحاجات المهمه في اليوزر ستوريز. ركز على مين، على اليوزرز والنيدز عشان تقدر تحقق فاليو. الثري سيز ايه هما بتوع اليوزر ستوريز؟ كارد، كونفرسيشن، اند كونفرميشن. الكارد اللي بنكتب عليه الفورمات، كونفرسيشن هي لازم تكون ناتجه عن كونفرسيشن مع الفريق وعلى البرودكت اونر، وبعدين بيتفقوا بيعملوا كونفرميشن على اللي هم اتكلموا فيه وبيكتبوه عشان يعرفوا ينفذوه. وهم مهم قوي انها تبقى فيرتيكال سلايسز. انا بمسك اجزاء من البروجكت، زي ما بقول انا هعمل البلاير بتاع الفيديو، زي ما بقول انا هعمل الادين كويشنز. كل حاجة من دول هي vertical slice تنفع تبقى added لبرودكت وتقدم value.